Hello everyone, حبايب قلبي. Great dream. كاملين منهج connect first term مع بعض. نراجع كلمات المرة اللي فاتت كده مع بعض يا شباب. Drink water. Drink water. Drink water. Eat drink vegetables. water. Eat vegetables. Eat vegetables. Eat vegetables. Eat vegetables. Play football. Play football. Play football. Football. Exercise. Exercise. Drink cola. Drink cola. لا اللي بيقول drink cola ده انا ما قلتش كده خالص، انا قلت اقول drink cola. Drink cola. Drink cola. بنطق كلمة واحدة بس. Drink cola. Drink cola. يا حبيبي ما تقولش drink cola، قول drink cola. Drink cola. Cucumbers. 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 Play board games. Play board games. Play board games. Play tennis. Watch television. Watch television. Eat chocolate cake. Eat chocolate cake. Walk to school. Sleep for 8 hours. Sleep for 8 hours. 8 hours. جميل. احنا اخذنا ده homework مش كده؟ Yes, yes, yes. اوكي تعالوا النهارده بقى يا شباب، عندنا درس جميل قوي قوي وسهل جدا. بسم الله. درسنا الجديد بقى يا شباب بيتكلم عن not a long e. درسنا الجديد بيتكلم عن not a long e. pronunciation of long e. امتى انطق long e دي؟ لما الاقي الكلمه فيها double e زي كلمه يرى، يعني سي سي. طب انا كل كلمه هاخدها هحطها في جمله. I can see with my eyes. I can see with my eyes. انا بشوف بعناية. I can see with my eyes. يبقى عندي سي فيها دبل اي، بقى بطول الاي كده. ادي اول كلمه. هاخد اللون الاخضر. جرين. جرين. بص يا حبيب قلبي لما تيجي تنطق تضم بقك. جرين. 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 يلا نعمل ازاي؟ جرين. 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 طب انا طولت بقى كده ليه؟ قلت جرين علشان الدبل اي اعمل لونج اي، اقول جرين. Green. زي ما تعودنا كل كلمة ناخدها لازم نحطها في جملة. لما يجي لك لون مثلا، جاب لي صورة لون أخضر كده وقال لي write a sentence to describe the picture. اكتب جملة عشان توصف بها الصورة دي. الألوان يا حلوين بقول عليها I like، يعني تقول I like green، أنا بحب اللون الأخضر. I like green. أو ممكن تقول إزاي؟ I like green. أو ممكن تقول it's green. It's green. It's green. وما تقولش a green. لأن الألوان ما بتاخدش آ ولا آن، تقول it's green على طول. طب بص يا جميل، ما تيجي نوصف الشجرة إن لونها أخضر يبقى نقول إيه؟ The tree is green. The tree is green. The tree is green. The tree is green. هناخد كمان شوية كلمة ورقة شجر، يعني leaf.
عايزين نقول ان ورقة الشجر دي لونها اخضر يبقى هنقول the leaf is green. The leaf مش leaf. The leaf. The leaf is green. The leaf is green. لا يا حبيبتي انا ما قلتش green دي انا قلت green. 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 بلاش نقول green دي وحشة جدا. Green. Green. اعمل بقى زي green. 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 بعد كده يا حلوين هناخد كلمة feel واخدينها قبل كده. Feel. How do you feel? Feel. I feel happy. I feel happy. I feel hungry. I feel sad. هاخد كلمة ينام. Sleep. برضو فيها double E تعمل long E. أقول كده sleep. Sleep. ما أقولش sleep. لا أقول sleep. Sleep. انطقي معايا يا لانا. Sleep. يلا يا بودي. Sleep. 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 لما اجي احطها في جملة هقول انا بنام 8 ساعات. I sleep for 8 hours. 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 برافو. عايز اقول ما تن... لا تنام 4 ساعات. Don't sleep. Don't sleep. Don't sleep for 4 hours. Don't sleep. Don't sleep. For 4 hours. Don't sleep for 4 hours. Don't sleep for 4 hours. يبقى انا خدت كلمة sleep وحطيتها في جملة. هناخد كمان كلمة be النحلة. تعالوا بقى كله يركز ويفتح ويصحصح. اي اسم مفرد غير عاقل زي النحلة كده. العاقل هو الانسان بس. اي حاجة غير الانسان يبقى غير عاقل. بص يا حبيب قلبي لما يجيب لي picture صورة للنحلة كده ويقول لي write a sentence to describe the picture. اكتب جملة علشان توصف الصورة. اوكي هبص على الحاجة اللي عندنا دي. دي حاجة غير عاقل. بص بقى الغير عاقل ممكن نقول عليه ايه عشان دي لازم تتعلم الجمل دي. اكتب معايا الغير عاقل. ممكن اقول اول حاجة it's. تقول it's a bee. It's a bee. او ممكن اقول this is a bee. This is a bee. او ممكن اقول I can see a bee. I can see a bee. I can see a bee. او ممكن اقول يوجد نحلة. عايزك تحفظ كلمة يوجد دي زي اسمك. There is. There is a bee. يعني يوجد نحلة. There is a bee. There is a bee. انطق معايا. There is a bee. There is a bee. There is a bee. ممكن اقول ان النحلة دي لونها اصفر في اسود. The bee is black and yellow. The bee is yellow. ماشي نقول yellow and black او black and yellow. The bee is yellow and black. The bee is yellow and black. Good job. يبقى اهم حاجات عندي اهي. الغير عاقل نقول it's او this is أو I can see أو there is. يعني يوجد. It's a bee. This is a bee.
I can see a bee. There is a bee. The bee is yellow and black. الشاطر قوي بقى يعرف الجملة دي. يقول النحلة بتعمل عسل. The bee makes honey. The bee makes honey. النحلة بتعمل عسل. The bee makes honey. The bee makes honey. النحلة بتعمل عسل. قول معايا يا علي كلنا نقول The bee makes honey. النحلة بتعمل عسل. The bee makes honey. جميل. هناخد بعدها كلمة ايه؟ ميت. خلي بالك عشان عندنا اتنين ميت. في واحدة كده اسمها ميت بالدبل اي ودي معناها يقابل. لكن التانية ميت فيها اي اي ودي معناها لحمة. طب انا عايز اخد يا حذيفة ميت الاولى دي احطها في جملة. هقول انا بقابل صحابي. I meet my friends. I meet my friends. انا بقابل صحابي. I meet my friends. I meet my friends. مين بيقول معايا الجمل؟ I meet my friends. برافو محمد ابراهيم انا شايف اللي مركزين. I meet my friends. I meet my friends. دي meet يقابل. طب انا لو عايز بقى اقول meet لحمة دي احطها في جملة. اي اكل او مشروب تقول عليه I like وما تحط لهش تقول I like meat. انا بحب اللحمة. I like meat. جميل. يبقى انا عرفت ميت اللي هي فيها دبل اي معناها يقابل واقول اي ميت ماي فريندز انا بقابل صحابي. وعرفت ميت اللي فيها اي اي يعني لحمه وقلت اقول اي لايك ميت. يلا بينا بقى يا ساره نروح للكلمه اللي بعدها جرين. اخذناه وحطيناه في جمل كتير. قلنا اي لايك جرين. اتس جرين. ذا ليف از جرين. The tree is green. هناخد بقى النوع الثاني من اللونج اي. كلمات فيها اي اي. اي اي بتتنطق اي. لونج اي طويله كده يا غمراوي. صحصح. بص كده اول كلمه هنا ايت ياكل. عايز احطها في جمله. يلا بينا. هقول انا باكل اكل صحي. I eat healthy food. I eat healthy food. يا جماله. I eat healthy food. 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 جميل. تعال ناخد بعديها leaf ورقة الشجر. leaf. leaf. الشاطر يقول ايه؟ leaf. مش نقولش leaf نقول leaf. leaf. حلو قوي. جميل. ورقة الشجر دي غير عاقل زي ما اتفقنا. الغير عاقل قلنا بقى في جمل كتير لازم نقولها للغير عاقل. اول واحدة فيهم كان اسمها ايه؟ It's. يبقى انا اقول It's a leaf. 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 او اقول ايه كمان؟ This is a leaf. 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 أو ممكن أقول I can see a leaf. 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 أو أهم جملة قلت لك لازم تتعلمها يوجد ورقة شجر. قلنا يوجد دي اسمها إيه؟ There is a leaf. الله الله يا نور. There is a leaf.
There is a leaf. There is a leaf. There is a leaf. أو قلنا نعمل إيه؟ عايز أقول إن ورقة الشجر لونها أخضر. The leaf is green. The leaf is green. The leaf is green. The leaf is green. طب بص، عارف لو جت نحلة بي، نحلة جت هنا ووقفت على ورقة الشجر دي، يبقى كده النحلة واقفة على ورقة الشجر، أقولها يا ساندي إزاي الجملة دي علشان مهمة؟ هقول النحلة the bee the bee is، علشان مفرد النحلة دي نقول بعدها is، the bee is on يعني على فوق، the bee is on the leaf أو the bee is on the green leaf، ورق النحلة واقفة على ورقة الشجر الخضراء، the bee is on the green leaf، أو ممكن أقول the bee sits on the green leaf، يعني النحلة قاعدة على ورقة الشجر الخضراء، the bee sits on the green leaf، the bee is on the green leaf. يبقى كده قلنا جمل كتير على الليف، ورقة الشجر. تعالى ناخد تيم، فريق، تيم، تيم، اي اي تعملي لونج اي، تيم، تيم، حلو قوي. يلا نحطها في جملة محمد يا ابراهيم ونقول انا بلعب في فريق، I play in a team، I play in a team. أنا بلعب في فريق. I play in a team. I play in a team. أنا بلعب في فريق. أو ممكن أشاور على الفريق يا سارة وأقول This is my team. This is my team. This is my team. This is my team. هذا فريقي. This is my team. This is my team. طب يلا يا شطار ناخد كلمة ايه بعد تيم؟ عندنا كلمة ميت، لحمة، وقلنا أجمل حاجة للأكل تقول I like، أنا بحب، I like meat، وما تاخدش آ، ما ينفعش أقول I like a meat، لا، I like meat. I like meat. I like meat. I like meat. برافو. I like meat دي جملة أنا بحب اللحم. بعد كده clean، clean، let's write clean، يلا نكتبها clean، 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 اي اي تعملي long اي وأقول clean، clean. اوكي بص بقى الجملة دي مهمة قوي، clean the floor يعني أنظف الأرض، احفظ الكلمة دي clean the floor، ينظف الأرضية، يبقى أنا هقول أنا بنظف الأرضية، I clean the floor، I clean the floor، I clean the floor، I clean the floor، I clean the floor. I clean the floor. I clean the floor. يعني أنا بنظف الأرض. طب تعالوا بقى يا حبيب قلبي كله يكتب الكلمة دي عشان مش موجودة في الكتاب واحفظوها هي كمان. Sweep يعني يكنس. Sweep the floor. يكنس الأرض. Sweep the floor. Sweep the floor. طب عايز اقول انا بكنس الارض. I sweep the floor. 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 I sweep the floor.
جميل جدا. I sweep the floor. I sweep the floor. يبقى أنا بكنس الأرضية يعني I sweep the floor. تعالوا بقى نقرأ كل الكلمات مرة كده. Feel happy. Feel happy. Sleep. Sleep. Be. Be. Meet. Meet. Green. Green. Eat. Eat. Leaf. Leaf. Team. Team. Meet. Meet. Clean. Clean. Okay. اتفضل انت اقرا يا بودي. Feel feel happy. Yes. Sleep. Yes. Eat. Yes. Leave. Yes. Meet. Okay. Green. Be. All green. 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 يلا أسرع شوية يا بودي. Leave. Meet. Team. Clean. Excellent. Thank you. يلا يا لانا. Feel happy. Sleep. Team. Meet. Green. Eat. Leaf. Team. Meet. Clean. Excellent. جميلة لانا وبودي. برافو. منى صديق. كرامة. يلا يا رور. feel happy. مش feel يا قلبي. قولي feel. feel happy. feel happy. be. sleep. sleep. meet. green. قلتها. شطورة. sleep. be. meat, green, eat, leaf, team, meat, clean. Clean, excellent, thank you, bravo عليكي. يلا يا ساندي. Yes, Mr. Cho. Eat, leaf, clean. Meat. بنقرأ من الشمال team. يا حبيبتي من الشمال. Feel happy. Sleep. Be. Meat. Green. تحفة. Leaf. Meat. Clean. Team. تحفة. بتقول clean وsleep والحاجات دي حلوة قوي قوي. فضل يا نور. Eat. Feel happy. Sleep. Be. Meet. Green. Eat. Live. Seem. Meet. Clean. Excellent يا نور. واو جميلة. سارة. Feel happy. Sleep. جميلة. Be. Meet. Green. Eat. Leaf. Team. Meat. Clean. Excellent. Bravo. Muhammad Al-Ghamrawi. Feel happy. Sleep. Be. جميل. Me. Green. Allah. Eat. Sleep. Team. Meat. Clean. Excellent. برافو عليك. جميل. محمد إبراهيم. Yes, Mr. Feel happy. Sleep. Be. Meet. Green. Eat. Feel. Leaf. Team. Leaf. Team. Meet. Clean. حبيبي حمو. Thank you so much. Thank you.
يلا بينا يا علي. Yes, mister. Okay, could you read, please? Yes. Feel happy. Sleep. Pee. لا meet. مش pee. Be. Be. Meet. Green. الله بيقول green جميل. Leaf. Team. Meet. Clean. الله ليف وكلين حلوين عشان ال الجميلة دي. برافو عليك بودي. الفيديو بتاعك جميل يا بودي. قول يا حذيف. Feel happy. الله. Sleep. Be. Meet. Green. Eat. Leaf. Team. Meet. Clean. نطقه جميل يا جماعة. برافو برافو حذيفة. بودي. Feel happy. الله. Sleep. Be. Me. We. E. We. Team. Me. We. يا جمالها. يا جماله يا جماله. أحلى بودي في العالم. Thank you, Mr. You're welcome يا حبيبي. والفيديو جميل شفته حلو قوي. يلا يا أسيل. Yes, Mr. Feel happy. Yes. Sleep. Be. Meet. Green. Eat. Leaf. Team. Meet. Clean. الله عن النطق الجميل يا أسيل. يا ديما يا دما ديمو. Yes, Mr. Feel happy. Sleep. Be. Meet. Green. Eat. Leave. Team. Meet. Clean. جميلة. برافو يا ديما. انت ألاء ولا سما ولا ياسمين؟ ياسمين. يلا يا ياسمين. Feel happy, sleep, eat, live, be, team, meet, green, meet, clean. تحفة يا ياسمين جميلة. Thank you so much. جميلة جدا. هل في حد ما قراش؟ كلنا قرينا. هنا يا شباب هنكمل. في بس في حد ما قراش. انا. What's your name? I'm Anas. يلا يا انوس. I feel happy. Sleep. الله. Be. Meet. Green. يا سلام. Live. Eat. Team. Meet. Clean. لا لا يا جماعة الولد ده نطقه جميل زيه. برافو يا أنس. هنا يا شباب هنكمل مع بعض. هنفتح المايكات بس كل واحد يفضل قافل المايك بتاعه. اللي هقول له دورك هو اللي يتكلم ويفتح المايك. هبدأ بديما. I feel happy. I play with my team. اللي ناقص في team. What are the missing letters? EA ولا EE? EA. Excellent. ياسمين. دارين meets her friend شيرين. تقابل meet. What are the missing letters? E. Double E. برافو عليك. دارين meets her friend شيرين. دارين بتقابل صاحبتها شيرين. أنس. The B. What are the missing letters in B? E. Double E. برافو. Excellent. أسيل رامي. The B is on the green leaf. What are the missing letters in leaf?
E A. Excellent. عبد الرحمن فياض. كله يركز معايا كده، هقول لكم على حاجة بس الأول. شايفين الكلمة اللي قدامنا دي يا شباب؟ كلمة happy. كلمة إيه؟ happy. happy يعني سعيد. بص بقى، هحط لها هنا on، تبقى unhappy. happy. وعارفين unhappy يعني غير سعيد. بص يا روح قلبي بقى، on دي اسمها prefix. on دي اسمها ايه؟ prefix. يعني ايه prefix دي؟ خلي المايك مقفول بقى. on دي prefix. يعني ايه prefix؟ prefix يعني حرف او اكتر من حرف بيدخلوا على الكلمة يغيروا معناها. في بداية الكلمة يدخل حرف او اكتر من حرف على الكلمة في الاول يغير معناها، ده معناه prefix. on the prefix بيعمل ايه؟ وظيفته ايه؟ يدي العكس. happy سعيد، unhappy يعني not happy يعني غير سعيد. يبقى on بتساوي not، on بتساوي not هنا، unhappy يعني not happy. بنقفل المايك. سارة طب يا مستر، عندي بقى شباب kind. مستر احنا خدنا كلمة kind يعني طيب او عطوف، صفة برضو بنحط لها un prefix. unkind يعني غير عطوف. بتساوي ايه بقى لما نقول unkind؟ نقول not kind. not kind يعني غير عطوف. unkind يعني غير عطوف، بتساوي not kind. هنا هناخد word. اقرأ معايا. word يعني كلمة. word يعني كلمة. opposite يعني عكس. opposite يبقى word يعني كلمة، و opposite يعني عكسها. word كلمة، opposite عكسها. هناخد بقى word و opposite كلمة وعكسها زي ايه؟ tall عندي اول واحدة small. small بص ما قولش small، بقول small. اي لما يجي بعدها قل نقولها small. opposite عكسها big. tall ما نقولش tall، نقول tall. قول يا سارة كله يقول tall. tall من غير المايك يا روح. tall الاوبوزيت بتاعها short. short happy الاوبوزيت unhappy. unhappy healthy الاوبوزيت unhealthy. healthy opposite unhealthy. طب انا لو جيت سألت سؤال وقال لي unhealthy equals، بتساوي ايه unhealthy؟ not healthy. قلنا un يعني not، يبقى لما يقول لي unhealthy يعني ايه؟ اقول له not healthy. لما يقول لي unhappy يعني ايه؟ unhappy اقول له معناه not happy. not happy. هنحفظ دول بعد اذنكم، اكتب لي عليهم حفظ وتسمعهم في الهوم ورك. small الاوبوزيت big. tall الاوبوزيت short. happy الاوبوزيت unhappy. healthy الاوبوزيت unhealthy. وعندنا هنا pop quiz. لانا not happy يعني ايه يا لانا؟ unhappy. الله عليك، برافو يا لانا. unhappy. عبد الرحمن not healthy يعني ايه يا بودي؟ unhealthy. unhealthy برافو بودي. unhealthy equals not healthy.
يا سارة, what is the opposite of short? Short, short, tall. Tall, yes. Tall is the opposite of short. Bravo, يا سارة. يا ديمة, what is the opposite of big? Small. Small, bravo. Small is the opposite of big. Noor, what is the opposite of happy? Unhappy. Unhappy, bravo ya Noor. Unhappy is the opposite of happy. Huzaifa, what is the opposite of healthy? Unhealthy. Unhealthy. Bravo, Hudaifa. Unhealthy. Ahmed Al-Ghamrawi. تعالوا أفكركم الأول يا شباب بالكابيتال letters, بالحروف الكابيتال بنكتبها إمتى؟ At the beginning of the sentence. في بداية الجملة أو she feels tired, يبقى لازم الأس تكون capital علشان أول حرف في الجملة. They are happy, لازم الـ T capital علشان أول حرف في الجملة. أسماء الأشخاص, okay, capital letters for names of people, لأسماء الناس. أميرة A capital, مروان M capital, علي A capital, هدى H capital. Period. قلنا النقطة اسمها ايه؟ Period. Period. النقطة اسمها ايه حلوين؟ Period. Period. When do we put period? Period. امتى نحط period؟ At the end of the sentence. في نهاية الجملة. أخلص الجملة أعمل period. نقطة. I feel happy. جملة يبقى آخرها period. He is sad. جملة يبقى آخرها period. رتب لي الجملة دي يا محمد يا غمراوي. Number one. She feels excited. Excellent. She feels excited. ونعمل في الآخر يا محمد. Period. نقطة. Period. لازم نهاية الجملة نحط period. She feels excited. محمد إبراهيم. You. You. Make. Brav. You make. أنت بتعمل. Good sandwich. Good sandwiches. أنت بتعمل sandwiches جميلة قوي. You make good sandwiches. Bravo, Hammo. You make good sandwiches. اقروا الجملة. You make good sandwiches. You make good sandwiches. You good make sandwiches. Okay. يلا يا بودي. ندى. ندى sleep. For a day. Brilliant. لا واحدة واحدة كده قولي ندى ايه؟ Sleep. Sleeps. Sleeps. علشان ندى مفرد لازم الفعل اللي بعدها نحط له S. ندى sleeps. Sleep for. For. Eight. Eight. A day. Eight A. Four. احنا واخدين sleep for 8a hours. ايوه كده ندى sleeps for 8 hours وبعدين a day في اليوم. A day. يبقى معناها ايه الجمله يا بودي؟ ندى sleeps for 8 hours a day يعني ايه؟ يعني ندى تنام مده 8 دقائق 8 ساعات في اليوم. 8 hours a day يعني 8 ساعات في اليوم. ندى sleeps ندى بتنام. 4 يعني لمدة.
8 hours 8 ساعات a day في اليوم. عشان دي جملة عملنا في الآخر period. أسيل رامي أسيل الشطورة، لما أقول I'm دينا هاخد capital ولا small؟ capital. ليه؟ عشان دي ده اسم إنسان. برافو. طب هنا we ناخد W capital ولا small؟ capital. ليه؟ why؟ عشان ده أول الجملة. برافو عليك يا أشطر أسيل في العالم. يلا let's read. اقرأ معايا. Meet. وانت قافل المايك. Meet. Eat. Be. Sleep. Team. Leaf. Clean. Green. Meet. هتاخد دول homework. انا علمتك هنا لما يجي لك حاجة زي دي تقول ايه؟ It's a green. I like green. طب هنا اتعلمنا I sweep the floor او I clean the floor. تكتب جملة بخط جميل، تبدأ بحرف capital، وسع المسافة بين الكلمات، خلص الجملة واعمل period نقطة. هتحل ده في الهومورك. بص السؤال الأخير punctuate the following sentences، يعني إيه؟ اعمل علامات ترقيق. بنعملها إزاي؟ أعملها إزاي يا نور هنا؟ عادل meets his friend سمير. اسم عادل هنحط حرف كابيتال. أي كابيتال علشان أصلا اسم إنسان وعشان في بداية الجملة الاتنين. وأكمل عادي. عادل meets يعني إيه عادل meets يا نور؟ عادل بيقابل his friend سمير. هعمل ايه تاني هنا؟ حط period. لا في حاجة ناقصة قبل البيريد. سمير كابيتال. الاس بتاعت سمير علشان اسم انسان كابيتال، وبعدين في الاخر ايه؟ period نقطة. عادل meets his friend سمير. عادل بيقابل صديقه سمير. طيب يا علي عايز اعمل سارة meets نهى in the park. اكتب اول سارة is capital. is capital لسارة. بعد كده اكمل سارة. يعني ايه سارة meets نهى؟ يعني سارة بتقابل نهى. حلو. اعمل ايه تاني؟ طيب ايه اللي غلط هنا تاني يا صحاح؟ طالما نهى اسم انسان نحط ان كابيتال. يا ولد يا فنان، ادي الان كابيتال علشان نهى اسم انسان. هنكمل عادي وبعد كده هنحط البريد. الله يا فنان. يبقى نهى سارة meets نهى in the park. سارة بتقابل نهى في الحديقة، دي جملة علشان كده علي حط period في الآخر. لكن لو كان question سؤال بنحط question mark. دول homework. ايه كمان homework بقى؟ هتاخد في النوتبوك بتاعتك تاخد لي كل كلمة من دول تحطها في جملة. يعني ايه؟ هتروح جايب النوتبوك بتاعتك كده وتروح كاتب لي كلمة ميت اول كلمة وحطتها لي في سيركل دايرة كده، وتروح كاتب لي جنبها جملة او اكتر. مثلا انا بقابل صحابي يبقى I meet my friends، وتكتب جمل بخط جميل كده توسع المسافة حرف كابيتال period، وبعدين اروح واخد الكلمة اللي بعديها eat تروح كاتبها لي كده eat، وتحطها في سيركل كده وتكتب لي جملة. انا باكل اكل صح I eat healthy food،
وقلنا احنا بقى كل الحاجات هتعملهم لي بقى كل واحدة في جملة جميلة كده وتبعتها لي على الواتساب جروب وتقراهم. يبقى مطلوب ايه؟ اعمل جمل واقراها. لو عرفت بقى تعمل ايه بقى؟ تعمل رسمة جميلة جنبها، صورة قصها وتلزقها، تبقى انت واد فنان كده. دي اخر حاجة النهاردة يا حلوين، سمعولي الكلمات دي وتعملولي الحاجات اللي انا طلبتها في البوكلت. عندنا حاجات كتير شوية هنا اهو، اهو هتسمع لي listen for be team leave clean meet 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 feel happy. في ايه ده يا مستر؟ ايه في ايه ده؟ بوكلت المذكرة. مين اللي ما طبعهاش؟ انا. اطبعوها حبيبتي، خلي مامي تطبعها لك، هتحل فيها لحد هنا لحد 11. انا يا مستر 11 اللي ما طبعهاش بقى يخلي مامي تطبعها له. انا هطبعها بكره ان شاء الله. ان شاء الله. Our session has come to the end and when we finish we always say goodbye.